فيلمنا النهاردة بيبدأ في ولاية فلوريدا. الست دي بتفتح الباب بتلاقي 2 من بتوع الغاز وانهم شاكين ليكون في تسريب للغاز في شقتها. بيسألوه على جوزها فبتقول له ابو عبده بياخد شاور. اندهولك ابا قال لها لا احنا هنبص بس وهنخرج تاني. قالت لهم اتفضلوا. دخلوا فعلا وخلص شغلهم وطلعوا يركبوا عربيتهم. واحد منهم سأل التاني ما تجيب لي سجارة كليوباترا. قال له ما انا لسه مديك سجارة ومولعها. حطيتها فين؟ قال له حطيتها على عداد الغاز. قال له قشط عليك يلا بينا بسرعة. وتقريبا كده ابو عبده ما لحقش يشطف. نروح بقى للراجل الجميل ده اللي بينده ابنه عشان ما حضر له وجبه الفطار. ابنه بينزل بيقول له انا عايز اسالك سؤال يا بابا. بيقول له اتفضل يا حبيبي. بيقول له دلوقتي لو الفرخه خندت بيت جوزها البيض ده يبقى بيض حرام؟ قال له كله انت ساكت. قال له حاضر يا بابا. ابوه بيشوف في الاخبار انفجار بيت النائب العام. ابو عبده ده كان النائب العام والراجل اللي انتوا شايفينه ده سكرتير النائب العام. فبيتوتر جدا وبياخد ابنه وبيركب العربيه وبيحس ان كل الناس بتراقبه وبتشاور عليه. في اللحظه دي خاف جدا وطلع يجري بالعربيه. ابنه بيقول له في ايه يا بابا ده مش طريق المدرسه. قال له يا ابني تعالى نشرب شيشه تفاح. قال له بابا انا طفل اشرب شيشه تفاح ازاي؟ قال له يا ابني مش عايزك تطلع مؤدب زي. وطلع يجري بالعربيه. ونروح بقى لبطله فيلمنا النهارده انجلينا جولي واللي شغاله في قسم اطفاء حرائق الغابات. وامين الشرطه اللي واقف قدامها ده كان حبها الاول. لكن انجلينا ضربت الدنيا صرمه. هي من كتر الخوازيق اللي خدتها في حياتها بقت انسانه مستهتره وبتحب المغامره والانطلاق. فهي قالت لك بدل ما انتحر اجرب انط بالباراشوت والعربيه بتجري. وبتنزل طبعا على رقبتها. وبيجي امين الشرطه بيقول لها انا مضطر ان انا اقبض عليكي. وبيقبض عليها فعلا لكن هي بتقول له لو ما سبتنيش هقول للناس ان انا شفتك كذا مره بتعمل بيبي ورا الشجره. هو بيقلق منها وبيضطر ان هو يسيبها. يقول لها وحيت امك ما حد يعرف حوار البيبي اللي ورا الشجره ده. بتقول له خلاص يا معلم سرك في بير. نروح بقى للاتنين بتوع الغاز واللي هم مش بتوع غاز ولا حاجه وهم مجرمين محترفين. وكان هدفهم فعلا قتل النائب العام. لان النائب العام كان عنده ملفات كتيره لاكبر رجال الاعمال في كفر بعضنا فسادا. وبعد ما تخلصوا من النائب العام راحوا لسكرتير النائب العام ودخلوا بيته وعرفوا ان هو عارف بانفجار بيت النائب العام واكيد هرب. فبيبص في صوره لحد ما بيلاقوا صورته مع امين الشرطه اللي في الغابه. فبيقولوا اكيد ان هو راح يستخبى عنده. وفعلا سكرتير النائب العام كان راح يستخبى عند امين الشرطه ده لانه قريبه. وهنا بيشرح لابنه ان هم حياتهم معرضه للخطر. فعلا يعملوها كبار ويقع فيها الصغار. نرجع بقى لامين الشرطه اللي بيروح لمراته اللي بيحبها جدا ومنتظرين طفل لانها حامل في الشهر السادس. وبيتصل بيه سكرتير النائب العام عشان يقول له انا جاي لك واعمل حسابك. نرجع بقى لانجلينا اللي هي شغاله في البرج ده وشغاله مراقبه عشان حالات البرق والرعد والرياح تبلغ بيها اول باول. هنا بقى الاثنين المجرمين بيوصلوا بطياره للقريه اللي قاعد فيها امين الشرطه عشان يلحقوا السكرتير قبل ما يجي ويقتلوه. وهنا انجلينا بنشوفها قاعدة بتفتكر ذكرياتها والخوازيق اللي اخذتها في حياتها ومنها حريقة كبيرة حصلت وهي كان شغالة في قسم الاطفاء. والحريقة دي قامت بسببها لانها ما بلغتش في الوقت المناسب. الحريقة كانت فظيعة جدا. انجلينا شافت اصحابها وهم بيتحرقوا حواليها. كان الموقف صعب جدا. المشكلة الكبيرة ان لما بتقوم حريقة في الغابة بيبقى صعب السيطرة عليها. ولحد ما انجلينا تخلص ذكرياتها الاليمة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الافلام الحديثة. هنا بقى الاثنين المجرمين بيستنوا سكرتير النائب العام يعدي من الطريق ده. وفي الوقت ده بيحصل برق ورعد وجرح وريح وانجلينا بتشوف الاجواء كده وبتروح عشان تبلغ. لكن البرق بيبقى ضرب البرج فبتضطر ان هي تجري عشان تبلغ وبتقع على ظهرها. وهنا سكرتير النائب العام بيوصل فعلا الغابه وبيبقى في انتظاره الاثنين المجرمين ومستنيينه. وهنا انجلينا بتفوق. نرجع تاني بقى لسكرتير النائب العام وهو ماشي هو وابنه. وفي لمح البصر بيتظبط. الاب بيعرف ان دي النهايه فبيدي لابنه ورقه فيها كل المعلومات عن النائب العام واواضي الفساد. وبيطلب من ابنه ان هو يستخبى ورا الشجره ويروح للاعلام انه ما يثقش في حد غير امين الشرطه. وبيقول له ان نتحرك بسرعه قبل ما المجرمين يجوا ويخلصوا عليهم. وفعلا المجرمين بيجوا عشان يتاكدوا من موتهم. وهنا الطفل بيشوف ابوه وهو بيموت قدامه. مشهد فعلا صعب جدا. الطفل هنا بعد ما المجرمين بيمشوا بيفضل يطلع يجري علشان يوصل لقريبه. وهنا بنلاقي انجلينا قاعده على الترعه وعماله تندب في حظها. وبتقول يا رب انا لا نافع في شغل ولا ارتباط، انا مكان المطبخ فعلا. وهنا بتشوف الطفل فبتطلع تجري وراه والطفل بيطلع يجري. بتقول له خد يلا انا هساعدك، استنى اقف مكانك. لحد ما بتجيبه من قفاه وبتحاول توقعه على الارض. وبتقول له ان هو ما يخافش منها وان هي شغاله تبع الحكومه وكده. فالولد بيقول لها انا عايز اتواصل مع قناه اعلاميه. فبتقول له حاضر لكن هو بيرفضها وبيطلع يجري. فبتقول له خلاص يا عم الطريق من هنا انا لا هساعدك ولا زفت، امشي من هنا وخد لك توك توك هتوصل للبلد الثانيه.
فالولا بيبص كده وبينده لها بيقول لها خدي يا مزه. فقالت له ارغي يا امور. قال لها طب انت تعرف تساعديني؟ قالت له انا في برج هناك انا هعرف اساعدك. هنا بقى بنروح للبيج بوس الكبير اللي مسؤول عن اواضي الاغتيالات دي، وبيقول له ان الراجل مات لكن الطفل ما ماتش، وانهم لازم يدوروا على الطفل ده ويقتلوه. وهنا المأمورية بقت صعبة لان الحكومة اكيد بتدور على اللي قتلوا السكرتير، ففكروا ان هم يحرقوا الغابة عشان الحكومة تنشغل في اطفاء الغابة ويكملوا هم المأمورية ويدوروا على الطفل ويقتلوه. وفعلا ولعوا في الغابة. نرجع لانجلينا اللي لقت ان الارسال بايظ من البرق اللي حصل قبل كده، وان هي صعب ان هي تتواصل مع اي حد. فالولا هنا بيزعل وبيحكي لها الحكاية. فانجلينا بتقول له فعلا اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. وهنا الطفل بيحكي لها على قريبه وبيديها الورقه اللي اداها له باباه، ولما بتقرا الورقه بتلاقي فعلا المعلومات خطيره جدا جدا. فبتقول له لا احنا ما ينفعش نقعد هنا، احنا كلنا كده في خطر، حتى قريبك امين الشرطه الاكس بتاعي زمان. فبتقول له احنا لازم نتحرك الوقت حالا. هنا الاثنين المجرمين بيروحوا البيت بتاع امين الشرطه وبيلاقوا مراته، لكن مراته بتخاف وهم بيقتحموا البيت بالعافيه، وبيطلب منها ان هي تتعاون معاهم عشان ما يموتوهاش هي واللي في بطنها، وبيطلب منها انها تتصل بجوزها وتعرف هو فين. لكن هي فعلا بتتصل بجوزها، لكن فجاه بتقول له الحقني يا اخويا، فبيديها بالبوكس وبينايمها على الارض كده وبيقول لها انا هولع فيكي. ولسه جاي يقرب منها، هي كان معاها ازازه بيروسول، فبتديها له في وشها. تاخد بعضها وبتطلع تجري تجيب بندقيه بتفضل تضرب عليهم نار، لكن هما بيهربوا بره البيت وفضلوا يضربوا عليها نار وهي بتستخبى. هنا انجلينا والولا وهما ماشيين لقوا برضه حالات برق ورعد، فقالت له بص انت هتجري شويه وتنبطح وانا اجري شويه وانبطح، تقريبا دي اجراءات السلامه في البرق والرعد يعني. وفعلا الولا بيعمل زي ما هي بتقول له وبينبطح وهي بتجري وبتنبطح، لكن عشان انجلينا نحسن من يومها بتصيب بصاعقه. بيجري عليها الولا لكن بتقول له ما تخافش يا حبيبي سليمه ان شاء الله، هنرتاح شويه ونرجع تاني. وهنا امين الشرطه بيوصل بيته هو وصاحبه في القسم اللي معاه، لكن صاحبه اللي في القسم اللي معاه الله يرحمه. وهنا الاثنين المجرمين بيضحكوا على امين الشرطه ويقولوا له مراتك معانا ولو ما تعاونش معانا هنقتلها هي واللي في بطنها، فبيضطر ان هو يسلم لهم نفسه. وهنا انجلينا والولا اللي معاها بيكملوا رحلتهم، لكن بتتفاجئ ان الغابه فيها حريقه كبيره جدا ومستحيل ان هم يتخطوا الحريقه دي، فبتطلب منه ان هم يرجعوا فورا للبرج وهي هتشوف هناك اي مساعده. وفي البرج انجلينا بتداوي جراحها وبتكتشف ان هي متعوره في كتفها، فبتطلب منه ان هو يدور وشه عشان تغير التيشيرت. فالولا بيبص لها كده ويقول لها انت فلات، هبص على ايه يعني. انجلينا بتسمع صوت في الغابه فبتبص، فبتلاقي امين الشرطه ومعاه اتنين، فبتقول له تعالى كده يا حبيبي بص على الاثنين دول، هم دول اللي قتلوا باباك؟ فبيقول لها اه هم. فبتقول له استخبى تحت السرير. وهنا الاثنين المجرمين بيطلبوا من امين الشرطه ان هو يطلع البرج ويشوف هل في حد ولا لا، ولو في حد يقتله فورا، ولو ما لقاش حد يحرق البرج وينزل. فبيشوفهم امين الشرطه بيقول لهم محدش يتحرك من مكانه خليكم زي ما انتم. وهنا برضو واحد من المجرمين بيتسلق الشجره وبيشوف ان امين الشرطه بيتكلم، فبيعرف ان في ناس في البرج فبيضرب عليهم النار فورا. امين الشرطه بياخد له طلقه في كتفه كده، والبنت انجلينا بتقول له الولد تعالى، وبتاخده وبتنزل بيه بسرعه. وفي الوقت ده مرات امين الشرطه بتيجي وبتضرب عليهم ببندقيه الخرز اللي معاها دي، وانجلينا بتجري هي والولد، لكن بيلاحظوا ان الحريق بيقرب منهم خلاص، كلها 2 كيلو والبلد كلها تتحرق. هنا بقى بيتم تبادل اطلاق النار ما بين مرات امين الشرطه والحرامي، وبتضربه طلقه وبتروح لجوزها بتقول له حبيبي حبيبي، فبيقول لها انجلينا، فبتقول له انت بتغلط في اسم حلال فيك الطلقه اللي اخدتها. وهنا انجلينا بتحاول تهرب من المجرم الثاني لان المجرم الاولاني خلاص مات، وبتدور معركه ما بينهم، والولا بيطلع يجري، والمجرم بيقدر ان هو يمسك انجلينا ويضربها ويجرجرها من شعرها، ونزل فيها ضرب وقال للولا لو ما جتش دلوقتي انا هموتها، وفضل يديها بالفوليه في دماغها لحد ما الولا قال له خلاص ما تكلمهاش وانا هجيلك اسلم نفسي. وفعلا الولا جه وسلم نفسه، طلب منه المجرم ان هو يتدور عشان يموته. قرب منه المجرم لكن في اللحظه دي انجلينا جت وادتها له في كتفه. وهنا مرات امين الشرطه بقى عماله تقول له بتغلط في اسمي يا عاده الرجاله، ده انا مستحملاك، ده انت بتعمل بيبي ورا الشجره. فبيقول لها طب البس الماسك بقى علشان انا اكل كرنب الصبح. وبتفضل انجلينا والولا بيهربوا من النار لحد ما بينزلوا في الترعه، والترعه طبعا مش هتوصل لها النار، فقالوا هنغطس لحد ما الحريقه تنتهي. وهنا الولا بيقول لها انا اسف يعني عشان قلت لك فلات وكده، قالت له اغطس وانت ساكت. وفعلا بتعدي النار في مشهد من اجمل المشاهد اللي انا شفتها في حياتي، تصويرا واخراجا ابداع بصراحه. تاني يوم بقى بتكون الحريقه خلصت، وبيصحوا الصبح يلاقوا نفسهم تمام، ومرات برضو امين الشرطه بتصحى تلاقي نفسها تمام، وبيوصل الدعم من خلال طياره هليكوبتر، وبتنزل الموقع وبيروح لمرات امين الشرطه بيقول لها اندهلك عربيه اسعاف بسرعه عشان الحق جوزك. فبتقول له لا براحتك خالص، حمى تحمه مطرح ما هو قاعد. فالراجل بيبص لها اللي هو هي دي الست الاصيله فعلا. بعد كده بقى انجلينا بتقدم وجبه للطفل الصغير، وبكل فخر بتقول له ايه رايك في طبيخي؟ فبيقول لها انت اللي طبخه الاكل ده؟ بتقول له اه. بيقول لها عشان كده انت فلات.
فبتقول له عيب عليك ده انا مزت المزز. هنا بقى بتوصل قناه اعلاميه وبتغطي الحدث وبينتهي فيلمنا. واشوفكم فيلم جديد مع خالص تحياتي مصطفى سعود.